مع سناء. مرحبا للا سناء. مرحبا للا سناء، صباح الخير. صباح النور والربح ان شاء الله. كتقترحي علينا اليوم جوج ديال الحويجات. الرايب، عندي الرايب وصابلي. واخا، باش غنبداو؟ نبداو بالرايب. واخا. عندنا كاس ديال سنيدة. نعم. ودانون فاني وفانيا. نعم. ويطو ديال الحليب. هادشي اللي فيه، هذا هو المقادير اللي فيه. نعم. إذا كاس واحد ديال سنيدة، كاس واحد ديال ياغورت فاني، ساشي وحدة ديال الفاني، ويطرو واحد ديال الحليب. يطر ديال الحليب. كنطربو سنيدة مع دانون وفاني. كنطربو مزيان حتى كيدوب داك السكر. نعم. كنغليو بيدينا غير ب بيدينا غير بمعلقة، غير بمعلقة. إيه. نصيطو ديال الحليب كنغليو، ونصيطو الثاني كنخليوه بارد. إيه. صافي، وكنخلطو كلشي. من بعد كنديرو في الكيسان. نعم. وهاد ملي كنبغيو نخلطو كلشي مع بعضو، واش كنضيفو غير بشويه بشويه ولا ماشي مشكل؟ ماشي مشكل. نعم. اذا واخا عندنا شحال كيحتاج الوقت باش يولي لنا رايب؟ تنديري في الليل ولا غدا الصباح؟ كيحتاج ليله كامله. عندنا كاس واحد ديال سنيده كنخلطوه مع ياغورت واحد بنكات الفاني، مع ساشي وحده من الفاني، كنخلطوه غير بيدينا، غير كيف قلتي، غير بالمعلقه ولا بالفرشاه. عندنا يترو ديال الحليب كنقسموه على جوج، نص يترو كنخليوه بارد ونص يترو كنغليوه. من بعد كنجمعوا جميع العناصر وكنخلطوهم مع بعضهم ونديروهم في الكيسان ونبيتوهم في الثلاجه ليله كامله. لا، كنديروهم في الكوكوط، الكوكوط فيها الماء سخون. وكنسدو عليهم وكنغطيوهم. صافي، الغد ديال الصباح كيولي كيولي رايب زوين. غنسدو عليهم يعني بالصفارة وكلشي، غير ما غنشعلوش البوطة. لا، غنسدو عليهم عادي وصافي، ماشي بلا ماشي مشكل الصفارة. لا، لأن ما خصناش نديروهم في طنجرة عادية، خصنا نسدو عليهم في الكوكوط. سناء، يا سناء. الغد ديال الصباح كنديرهم في الثلاجة. نعم، قلت لك ما نديروهمش في طنجره عاديه، لازم اننا نديروهم في الكوكوط، واخا ما نشعلوش البوطه كيخصنا داك نسدو عليهم. واخا ديروا في طنجره عاديه، المهم غير يتغطاو. نعم، واخا. اذا كنديروهم في الطنجره. نعم، نديروهم في الطنجره. دوك الكويسات كنديروهم با ماغي ديال الماء سخون، ونخليهم بايتين في هذاك. خليهم بايتين حتى غدا الصباح ونديروهم في الثلاجه. ولا غدا عاد نديروهم في الثلاجه وبالصحه والراحه. نعم. ناخذوا معك صابلي. عندنا ربعه ديال الزبده، هذا صابلي ديال الدار. عندنا ربعة ديال الزبدة. بيضة. نعم. وخمارة. نعم. زلافة الزيت. زلافة ديال السنيدة. والطحين حسب الخالطة كتجمع لك. إيه. صافي، ملي كتجمع كندلكوه. كندلكوه تنقطعو على حسب الشكل اللي بغينا حنايا. بغيتي تنزينو بالشكلاط ولا بالكوفيتير ولا بلاكانوش اللي بغيتي. نعم. كتدلكيه بدلاك. كتلقيه بدلاك، كيتورق باش كتقطعيه وكيترشم. نعم، الطريقه الرشم اللي بغيتي. صافي، وندهنوه باش ما بغينا. نزينو باش ما بغينا، ضروري نزينوه باش ما يبقاش حرفي، لان ما كيجي عندي حتى شي طعم الا بقى غير هكاك حرفي. انا دا صابلي العادي اللي يعني متعارف عليه من زمان، فيه ربعه ديال الزبده، بيضة وحدة، خمارة وحدة، زلافة ديال الزيت، وزلافة سنيدة، طحين حسب الخليط. كنبداو بالزبدة وبسنيدة. الزبدة وسنيدة كندلكوهم مزيان وكنزيدو الزيت والبيض، عاد كنضيفو الطحين حتى كنجمعوهم مع بعضهم مزيان، عاد كنبداو نضيفو الطحين شوية. عاد كنضيفو الطحين والخراني والخميرة. لما كتجمع العجينة كنطلقوها بدلاك، والمرشم اللي متوفر عندنا في البيت راه كنرشمو به. ملي كطيب هاد الحليوة هادي ضروري ما نزوقوها بشي حويجة من الفوق، سواء كيف قلتي شوكولات، كونفيتور، قلتي لنا أيضا الكناش، بحسب اللي عندنا في الدار. على حسب اللي عندنا، اللي كيجينا ساهل وصافي. نعم، تبارك الله عليك سناء، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وإلى اللقاء.